أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في مناقشة الملف الثاني. أعلنت شركات إسرائيلية عن بدء التعاون مع شركات وصناديق استثمار إماراتية في تطور سريع لمعاهدة السلام بين البلدين. اهتمام الجانب الإماراتي يركز على قطاع الشركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية أو ما يعرف بالستارت أب. فالاستثمارات باتت اليوم سهلة المنال، وتحويل الأموال بين البلدين لم تعد معقدة بعد الإعلان عن عدة بنوك إسرائيلية بتعاون مع بنوك أخرى إماراتية. فبالإضافة إلى التعاون السياسي والأمني، تحتل مجالات الابتكارات والشركات السياحية والعقار مكانا بارزا فيما يبدو أنه سلام اقتصادي بامتياز، الأمر الذي يبرز الفتور الذي ميز علاقات إسرائيل بكل من مصر والأردن رغم عقود من اتفاقيات السلام. فهل غياب الأيديولوجيات القومية والإسلامية وكذلك النزاعات الجغرافية يجعل من السلام الإسرائيلي الإماراتي أسهل للهضم من اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية السابقة؟ وهل البعد الاقتصادي الضخم في المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية يعزز من حظوظ نجاحها؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في ملفنا الثاني هذا المساء. قطار التطبيع الإماراتي مستمر في انطلاقاته السريعة. حتى قبل توقيع الجانبين على اتفاقية سلام رسمية، بدأت الصفقات تتم سريعا بين الطرفين. أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات. وفد مصرفي إسرائيلي ضم مدراء أكبر البنوك الإسرائيلية زار دبي هذا الأسبوع، زيارة لقاها إعلان لشركة هايتك إسرائيلية تجنيدها مبالغ مالية بملايين الدولارات من صناديق مخاطر ائتمانية إماراتية، وإعلان عن قرب زيارة وفد إماراتي لإسرائيل خلال 10 أيام. ليتعالى معها السؤال، ما السر وراء سرعة الإعلانات المتسارعة من قبل الطرفين؟ هل هي ثمار السلام مقابل السلام التي يحاول نتنياهو وبحق تسويقها على أنها إنجاز لم يسبق له مثيل؟ أم هي نتاج اتفاقات اقتصادية تم الاتفاق عليها منذ أمد بعيد لم تصل حد الإعلان الرسمي عنها قبل الإعلان عن التطبيع الرسمي بين البلدين؟ معادلة سياسية طرحها نتنياهو وسوقها جيرارد كوشنر وتبنتها الإمارات، ومعها على ما يبدو البحرين وسلطنة عمان والسودان التي تدفع باتجاه السلام الاقتصادي بشكل أسرع وأدفأ بكثير مما حظيت به إسرائيل حتى اليوم، من سلام بارد أو باهت مع مصر والأردن اللتين خاضتا عدة حروب ضدها قبل إرساء علاقات سلام واقتصاد معها. السلام الاقتصادي التي تعول عليه إسرائيل كثيرا يطرح فيما يطرح تخطي عقبة القضية الفلسطينية وعدم التوقف عندها أو إبداء الرأي فيها إلا من باب المجاملات السياسية، عقبة على ما يبدو أن البحرين التي أفشلت مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل في جامعة الدول العربية اليوم فتحت الأبواب على مصراعيها لها وللإمارات ومعها عدد آخر من الدول العربية للاعتراف بحقوق إسرائيل المشروعة في الأمن والازدهار على حساب الفلسطينيين وقضيتهم. نرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ عمر رداد الخبير في العلاقات الاستراتيجية عبر خدمة سكايب من عمان، أيضا الأستاذ صادق إسحاق رجل أعمال في الإمارات، وسيد يائير ليفي مدير عام شركة سلاريو في الاقتصاد التكنولوجي. أهلا بكم جميعا. ونبدأ معك أستاذ يائير، يعني أنت كنت أحد الرياديين الإسرائيليين في قطاع التكنولوجيا والذي جند استثمار إماراتي مؤخرا، ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذا التعاون بينكم بين الإماراتيين، يعني وماذا يمكن لهذه المعاهدة مع الإمارات أن تقدم يعني لشركات مثل شركتك أنت بالذات؟ أنا أعتقد أن الاتفاقية اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات تسنح فرص العمل الكثيرة، والفرق بينها وبين اتفاقيات سابقة كانت لدينا مع دول عربية سابقة مثل الأردن ومصر، في هذه الاتفاقية كان هناك عمل بين الإمارات وإسرائيل في السابق، لذلك نحن نتحدث أن هذا الاتفاق لم يأتي فجأة ولكن الأمر موجود نوعا ما في التطبيق من قبل، ولذلك الآن نحن نقوم بالأمر بشكل رسمي.
لكن في الشركات يعني هذه المعاهدة، هذا الاتفاق الذي سيوقع، يعني هل التعاون بدأ حتى قبل أن يوقع هذا الاتفاق المزمع يعني في يوم الثلاثاء المقبل؟ منذ متى بدأ التعاون بينكم بين الشركات الإماراتية؟ أوكي، الترجم نفسك אבל אני אגיד حسناً، الاتفاقية لدينا مع الإمارات تم التوقيع عليها قبل التطورات الأخيرة، ولكن كانت هناك الكثير من العقبات في الاتفاقية لأنه لم يكن بإمكاننا أن نقوم بالنقل المال بين إسرائيل والإمارات، ونحن نتطلع إلى المستقبل. إذا كان الموقف إيجابي مثل ما نحن موجودون به اليوم، سوف نرى أن الأمور سوف تتجه بمجال التطبيع وباتجاه، عندها يمكننا تبادل المال ويمكننا أن نتقدم في الاتفاقيات. نعم. سيد عمر، يعني بالنسبة إذا ما قارنا عمليا اتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية مع اتفاقيات أخرى كالأردن وكمصر، فقد مر أكثر من 16 عاما على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وأكثر من 40 عام على معاهدة السلام مع مصر، ولم تولد هذه المعاهدات نتائج كتلك التي ولدتها اتفاقية السلام مع الإمارات حتى قبل توقيع الرسمي الثلاثاء المقبل. لماذا بحسب رأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللإخوة المشاهدين. أعتقد أن الجغرافيا السياسية وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ونسبية الدول ومجاورتها لإسرائيل، قربها وبعدها من إسرائيل، هو المعيار الرئيسي الذي أصبح يحكم عمليات السلام ومعيار رئيسي في تقييم معاهدات السلام. فيما يتعلق بالأردن ومصر، صحيح كما تفضلتي، أعتقد هناك عقبات، وهناك كما تعلمين ويعلم الجميع الوصف الدائم بين سلام دافئ وسلام بارد، سلام بين حكومات وأنظمة عربية وليس بين الشعوب العربية وما شابه. تقديري هذا مرتبط بتاريخ من الحروب بين العرب وإسرائيل، وتحديدا بالأردن ومصر، هناك شهداء وقتلى على الجانبين. هذه ليس من السهول بمكان خوض 3 إلى 4 حروب أن تندمل آثارها بين عشية وضحاها. موضوع الإمارات مختلف حقيقة، الإمارات لا تجاور إسرائيل، لم تخوض معها حروب، ظل تضامنها في إطار الجامعة العربية وتضامن النظام العربي الرسمي ودعم الأشقاء الفلسطينيين مثلها مثل أي دولة عربية بشمال إفريقيا على سبيل المثال، حتى بالحروب العربية الأولى. نعم أستاذ عمر، الإمارات جيوش، لأنه بصراحة الإمارات القليل لم تكن مستقلة في حرب 48 ولا حتى في حرب 67، نالت استقلالها عام 71، وهذا شيء طبيعي أن يكون سلام الإمارات مختلف عن سلام الدول ما نسميه دول الطوق أو الدول المجاورة لإسرائيل. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ الصادق. يعني إذن تحدث الأستاذ عمر من الأردن يعني عن غياب النزاعات الحدودية والجغرافية بين الإمارات وإسرائيل. الإمارات لم تخوض حروبا مع إسرائيل، وأيضا لا حرب 48 ولا حرب 67، وهي دولة حديثة نسبيا. هل غياب هذه النزاعات الحدودية والجغرافية وغياب الأيديولوجيات يفسر هذه السرعة في التقارب الاقتصادي بين البلدين؟ أولا تصحيح معلومة لدى الأستاذ عمر أنه الإمارات استقلت سنة 71، هي الإمارات لم تستقل سنة 71، الإمارات تم توحيدها واتحدت الإمارات في سنة 71، وإلا قبل ذلك هي كانت إمارات مستقلة، كل إمارة تحكم نفسها بنفسها منذ قبل تاريخ 71 بعشرات السنين. فقط الذي حدث في 71 أنه تم اتحاد هذه الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. بالنسبة إلى الفروقات بين الإمارات وهذه الدول، أنا أعتقد أن ليس البعد الجغرافي هو السبب الرئيسي، ولكن الإرادة السياسية الآن في الإمارات هي التي ستجعل السلام بين الإمارات وبين إسرائيل مميز. الشيء الآخر هو مدى الشفافية العالية
التي تتمتع بها الإمارات. الأردن ومصر ليس بها درجة عالية من الشفافية كما هو موجود في الإمارات. نسب الفساد أيضا تكاد تكون منعدمة في الإمارات. النظام الحكم نظام مستقر سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي ينعدم في البلدين الآخرين في مثلا إذا أخذنا مصر والأردن كمثال. هذا يجعل السلام في اعتقادي ونتائجه بين الإمارات وبين إسرائيل سيكون له اتجاه مختلف، سيشهد نجاح مختلف أيضا على كل الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية. نعم وصلت الفكرة. سيد يائير ليفي، بكونك يعني شريك مؤسس للشركة أيضا، يعني قد واجهت المستثمرين وصل دخل استثمار في الخارج في الإمارات، وشركتك أيضا تعتبر في مجال له مطلوب عالميا مجال الفنتك، ولكن إذا ما رأينا يعني تحليل بعض المراقبين بأن هو عبارة عن زواج تقليدي ما بين المال الإماراتي مع العقل الإسرائيلي، هل هذا الأمر ينطبق على هذا الموضوع أم أنه أعمق من ذلك؟ أنا أعتقد أنه على مستوى الأول الأمر صحيح، أن لدينا هنا دمج معين بين الاقتصاد العالمي القوي جدا الموجود في الإمارات وهو برتبة عالمية مثل ما في نيويورك أو في لندن حتى اليوم. موضوع الهايتك في إسرائيل لم تصل إلى هذا الحد حتى الآن، ولذلك من الناحية الأعمق أعتقد أن نطمح لهذا الموضوع في إسرائيل وفي الإمارات. الأمر متعلق بدولتين لأن الأمر جديد وعلينا بناء الكثير من الأمور الجديدة من نقطة الصفر في وقت قصير، لذلك لدينا أمور أعمق من ذلك بين الدولتين. نعم أستاذ عمر، أيضا تربط الأردن علاقات مع إسرائيل يعني كثيرة، تتمحور بالسياحة، التعليم العالي، الكثير من طلاب حتى الداخل يعني يدرسون في الأردن، لكن العلاقات لم تتطور رغم محاولات كثيرة يعني إلى أكثر من ذلك. لماذا الأردن إلى اليوم لا يتقبل فكرة التعاون مع إسرائيل في قطاعات كثيرة منها التكنولوجية مثلا؟ أيضا يطرح هذا التساؤل هنا. أعتقد السبب سياسي، كنظام سياسي وكحكومة وسلطات أردنية أعتقد لا مشكلة لديها أن الأردن رسميا يستورد الغاز الآن من إسرائيل، وهناك معارضة شعبية لهذا الغاز، ومع ذلك أصرت الحكومة على اتفاقية موقعة بين البلدين بإطار معاهدة السلام لتزويد الأردن بالغاز، وهي تستورد الغاز الآن من إسرائيل. أيضا هناك اتفاقات زراعية، ولا ننسى أن هناك تعاون أيضا أمني وعسكري وفي قطاعات متعددة ومختلفة، لكن الجمود أو التراجع التوقف في تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة ومختلف الحقول إنها مرتبطة بجوانب سياسية بالدرجة الأولى. السبب فيها لا أذيع سرا ولا أتهم، لكن حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو الذي يتربع على رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ 10 أعوام، أصبح نتنياهو يميل أكثر بأكثر ويمالئ ويتواطأ مع ويستجيب لتطلعات الأحزاب، وهذا مرتبط بطبيعة النظام السياسي في إسرائيل المرتبط بالانتخابات والتشكيلات وكيف تخضع الأحزاب الكبيرة إلى الأحزاب الصغيرة ومتطلباتها لغاية تشكيل الحكومات والحصول على الثقة. نحن نتذكر أن كثيرا، لكن أستاذ عمر يعني الكثيرون أيضا يقولون أن هناك غضبا أردنيا نزاء ما يجري وإزاء حتى هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية، وربما حتى حول الموقف السعودي غير الواضح والضبابي حتى اليوم، رغم يعني رغم ما يعلن من مواقف علنية ورسمية. لماذا يعني الأردن يعني يبدو غاضبا؟ لا أعتقد أن الأردن غاضب من اتفاقية الإمارات ولم يبدي أي موقف، لا بل على العكس من ذلك، صدر موقف من وزير الخارجية يؤكد على أن المعيار بالاتفاقات السلام هو الالتزام بالدولة الفلسطينية، وأن كل شيء من هذه الاتفاقية الحكم عليها مرهون بمدى التزام
إسرائيل فعلا بالسلام وبالمبادئ الأساسية للسلام بالدولة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية. الأردن لم يصدر عنه معارضة، وإن كان ربما داخل الغرف المغلقة في أروقة السياسة الأردنية ربما كانت تتمنى أن تكون جزءا فاعلا من هذه الاتفاقات وأن تتم على الأقل باطلاعها، لكن لا نستطيع بالخلاصة أن نقول أن هناك موقفا أردنيا غاضبا تجاه السلام الإمارات مع إسرائيل أو نعم. حتى السلام القائم من قبل عواصم أخرى كمسقط نعم. البحرين. اتضحت الصورة سيد عمر. نعم. الأردن بالنهاية جزء من الاعتدال من دول الاعتدال نعم. العربي. نعم. السيد الصادق، يعني إسرائيل كانت دائما تقول أن السلام الحقيقي يبدأ بالسلام الاقتصادي، وأنه في حال حصل تعاون اقتصادي سيتوافق العرب لربما على دمج إسرائيل في مشهد حياتهم اليومي. هل هذا حقا ما سيحصل؟ أنا أعتقد أن المدخل الاقتصادي هو مدخل مهم جدا لتنمية العلاقات بين أي دولتين. العلاقات السياسية لطالما اعتمدت اعتماد كبير جدا على العلاقات الاقتصادية ومدى استفادة كل بلد من الآخر. بالتالي فإن التطور في العلاقة الاقتصادية ومدى استفادة كل دولة من الأخرى وتبادل المنافع الاقتصادية سيكون مدخل مهم جدا لتطوير العلاقات السياسية، إضافة إلى المصالح الأخرى التي تشمل المجالات الأمنية، التعاون في المجال الأمني، مدى التنسيق الأمني بين البلدان في حالة إسرائيل مثلا والدول العربية. نعتقد أن هناك مهام كثيرة جدا تنتظر هذه الدول لترتيب العلاقات، منها المجال الأمني والتنسيق فيه. الآن نشهد تزايد متسارع للتسليح الإيراني في منطقة الخليج، الأمر الذي يحتم على الجانب الإسرائيلي وكذلك دول أخرى منها الولايات المتحدة نعم. أن تضع حد لطموحات إيران التوسعية في المنطقة، فبالتالي ذلك سيكون دافع كبير جدا للإمارات وللبحرين كذلك أن تمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل، وأن يكون هنالك أيضا تنسيق أمني لاستفادة من خبرات الإسرائيلية في المجالات المختلفة، في المجالات الدفاعية، تطور التصنيع العسكري، التصنيعات التقنية، المعلومات، التصنيع الهائل في التقدم العلمي والمجال الطبي كذلك في إسرائيل. كل هذه المجالات أنا أعتقد أنها ستكون جاذبة وتهيئ الطريق لكي تكون هذه العلاقات جاذبة أكثر في المستقبل وتمضي قدما إلى الأمام. نعم أستاذ الصادق ابقى معنا لو سمحت. يعني سيد يائير، لو وصلك أيضا يعني مستثمرون مصريون أو أردنيون وهي هما البلدان الذين تقيمان إسرائيل يعني معاهدات سلام معهما، إذا ما وصل مستثمرون من مصر أو الأردن يعني في ذات المواصفات الاستثمارية للصندوق الإماراتي لشركتك سيلاريو، هل كنت ستبيع؟ هل ستتقاسم الأرباح معهم؟ هل ستقبل بذلك؟ أنا لا شو ما بخلال التترجم، אז نצטרך להגיב. نعم، سأعيد السؤال مرة أخرى. يعني لو وصلك مستثمرون من مصر أو الأردن مشابهون بالمواصفات الاستثمارية للصندوق الإماراتي لشركة سيلاريو وهي الشركة التي تقيم عليها، هل كنت ستبيع وتدخلهم معك بتقاسم الأرباح؟ هل كنت ستقبل بذلك؟ إذا كان السؤال هو أننا هل سنرى فرص للعمل مع شركات أخرى؟ لربما أتدخل. كنت سوف أقول نعم. In case you get any investors, VCs, venture capitals like Egyptian or Jordanian, would you invest or would you give them to invest in your company? Yes. So officially. It seems that there shouldn't be. بشكل رسمي نحن لا نعتقد أن سوف تكون هناك أي عقبات بما يخص هذا الموضوع. لن تكون مشكلة لإسرائيل بأن
تقوم باتفاقيات مع مصر والأردن مثل ما الإمارات، ولكن من ناحية الأمور الأعمال الاقتصادية هذه لا يمكننا أن نعرف مدى التأثير الموجود على هذه الاتفاقيات، أي أن في الاتفاق مع الإمارات عندما اتفقنا معهم كان هناك تاريخ معين متطور نسبيا بين الطرفين، ولكن مع مصر والأردن كانت هناك تجارب كثيرة في السابق لم تنجح حتى اليوم في أن تتم، ولكن أنا آمل أننا سوف نتوصل إليها في مجال الهايتك. يائير، وصلت الفكرة. سيد عمر، استمعنا إلى سيد يائير إلى الجانب الإسرائيلي بأن ليس لدي أي مشكلة عمليا بإدخال مستثمرين من الطرف الأردني أو المصري، إذا أين يقف الحاجز إذا ما اعتبرناه هنالك حواجز أخرى غير ما تحدث به بعدم جاهزية الجانب الأردني والمصري لربما من ناحية تكنولوجية؟ هل الأمر يتعلق لربما في الشارع الأردني إذا ما تحدثنا عن الأردن، أم في القيادة الأردنية، أم الطرفان معا في هذه القضية؟ لا أعتقد القيادة الأردنية لا يتعلق الأمر فيها، وهذا منصوص عليه بمعاهدة السلام بالاتفاقية. تعاون مجالات مختلفة، مجال البيئة ومجال الجنائي ومجال الأمن ومجال الجريمة ومجال مكافحة، حتى تعاون بالزراعة، مكافحة التصحر، يعني التعاون شامل. لكن أعتقد الفرق بين عمان والقاهرة من جهة مع أبوظبي من جهة أخرى، الموضوع مختلف، مرتبط برأس المال من جهة. لا شك أبوظبي ودبي اليوم مدن عالمية تستهوي ويعني تشكل مركز لتطلعات المستثمرين وأصحاب الشركات، مثل ضيفك اللي موجود عندك، لسبب بسيط إنها مركز إشعاع الآن في العالم، وباتجاه الشرق، باتجاه الهند، وباتجاه باكستان، باتجاه الصين، باتجاه العديد من الدول، إذ أن أبوظبي بالفعل ودبي مدن عالمية فيما يتعلق وقدرة، وهناك قدرة مالية يعني وفرة مالية وقدرة عالية جدا لتكون مركز استقطاب، يعني نعلم جميعا أن دبي مركز استقطاب عالمي، مركز عالمي بمنطقة الشرق الأوسط، ليس لدولة الإمارات أو للدول العربية فقط، بل كذلك لدول أخرى. فالوصول إلى الإمارات والانطلاق من الإمارات يؤمن الانطلاق باتجاه الكثير من العواصم في آسيا وفي إفريقيا، حتى في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وغيرها من الدول، إذ أنها مركز استقطاب عالمي. القاهرة وعمان لأسباب عديدة حقيقة، ولا أعتقد أنها مرتبطة بالقيادات السياسية، أنا لا أدافع عن قيادات سياسية، لكن القدرة والكفاءة المالية لم تؤهلهم للعب الدور المالي الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات من خلال مراكزها المالية المتقدمة. نعم أستاذ عمر، ابقى معنا لو سمحت. يعني أستاذ الصادق، أيضا الجانب الإسرائيلي كما تستمع يرحب بكل مستثمر، والجانب العربي اليوم ربما بات يفكر بعقلية أخرى، عقلية جديدة. هل المصالح المستقبلية تنسي قضايا الماضي والقضايا الخلافية التاريخية؟ أيضا يثار السؤال. هو في الأساس يعني علاقات الإنسانية، ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم، هي مراحل تمر بها كل الشعوب، من حالات العداء وتنتقل حالات العداء أحيانا إلى صداقة وتنسيق وعلاقات متقدمة. يجب أن الصداقة بكل تأكيد أفضل من العداء. أعتقد أن ما قامت به الأمارات وإسرائيل هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونعمل أن تحذو حذوهما بقية الدول. العداء لن يفيد، جربت الدول العربية جميعها العداء مع إسرائيل لم تستفيد شيئا، فليجربوا الصداقة وليروا أن ماذا يمكن أن تقدم لهم. إسرائيل كما ضيفك الكريم في الاستوديو أنهم مرحبون بالاستثمارات، كذلك أنا أتوقع وأعتقد أن الجانب أيضا الشركات في الإمارات وجميع رجال الأعمال المستثمرين يرغبون كذلك في تطوير هذه العلاقات. الإمارات لها موقع مميز كما أشار ضيفك أيضا، يمكنها من أن تلعب دور كبير جدا اقتصاديا، وشهدنا قبل أيام دعوة مسؤول إماراتي رفيع هو الفريق خلفان
لأن تكون الإمارات ودبي مركزا. وصلت الفكرة للأسف، الوقت داهمنا سيد الصادق إسحاق، شكرا لك، كنت معنا من دبي رجل الأعمال من هناك. شكرا لك أيضا سيد يائير ليفي على حضورك، مدير عام شركة سلاريو في الاقتصاد التكنولوجي، وشكرا لك سيد عمر رداد كنت معنا من عمان الخبير في العلاقات الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نعود، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المساء. بعد دقائق قليلة تكونون مع الزميل محمد صياد في المناظرة اليومية، ارتقبوا دقائق ونعود.